السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم استاذ عبد الناصر، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازيك استاذ عبد الناصر؟ بقالي كتير قوي على التليفون. نعم بقالي كتير على التليفون. انا اسف، حقك عليا والله، اصل النهارده عاملين تجربه على التيك توك، فالتليفونات كانت كتير على اليوتيوب، فمعلش. بص يا استاذ عبد الناصر، صل على النبي. اللهم صل عليها. بص يا استاذ عبد الناصر، انا هتكلم الاول على موضوع زيزو. انا طبعا زملكاوي. بص يا استاذ عبد الناصر، اولا زيزو كل سنه الفيلم بتاع ماشي وهيمشي، الاعلام كله بيعمله، هو الاعلام عايز يكسر في زيزو. طب استاذني توضح. لا لا لا، انا هوضح لك، انا هوضح لك حاجه في دي، عشان انت كلامك بيعجبني على فكره. بقت الاعلام اللي اتكلم النهارده ابوه مش الاعلام. معلش بس ابوه ما قالش حاجه خالص. ماشي، ما بصي ابوه، طب اقول لك على حاجه، واقسم بالله واحنا رايحين نصلي الفجر، وانت عارفاني ان انا صادق، عارفاك وما كنت اتمنى اقول لك ده. ابو زيزو بيتفرج عليا وهيشوفني، اقسم بالله هو اللي بيكلم الاعلاميين ويقول لهم ما تقولوش ان انا كلمتكم. ماشي خلاص، سيبنا على ابو زيزو اللي هو بيدور على مصلحته. انا بس مع احترامي الكبير للاستاذ تامر امين والاستاذ خيري رمضان، اللي ما بشوفهمش يطلعوا يهاجموا اي لعيب من لعيبه نادي الاهلي على طول، بس اللعيب وبالذات استاذ خيري رمضان. اولا هو ملوش، الوزير اداله ما في كفايه النهارده، احرجه على الهواء كده مباشره، يعني دي كفايه ريحتنا كلنا ان الوزير كسفه كذا مره، لان هو ملوش دعوه ان هو بحاجه زي كده. انتوا ليه بتحب من ساعه زيزو ما طلع من الملعب؟ طب ما هو محمد صلاح اعترض على طلوعه من الملعب، كل لعيبه العالم بتحب. خلي بالك، انا قلت ان انا ضد ده، انا ضد اللي اتعمل. انا سمعتك، ما انا عارفه، انا سامعاك، وعايز اسالك سؤال. هو ما هو امام عاشور مع الماتش اللي فات ما زعلان ان الراجل طلعه، ايه المشكله؟ ليه ده حب ان هو عايز يلعب، مش حاجه وحشه. ماسكه برضو المره اللي فاتت استاذ خير رمضان، انت ازاي ومش عايز تطلع؟ هو في ايه؟ هو في ايه يا جماعه من ناحيه زيزو؟ ده زيزو ده الادب كله والاحترام كله والاخلاق كلها. ده لما جه مع ابراهيم فايق، ابراهيم فايق بيقول لك انا مش عارفه اخلص الحلقه من الادب اللي الراجل فيه. الراجل مؤدب وبتاع ربنا وما بيكلمش حد ولا عمره بيطلع يغلط حد. ليه خليتوه طلع عن شعوره اول امبارح وكتب شياط؟ لان عمره بقاله كام سنه في الزمالك، عمرك شفت زيزو؟ خلي بالك، وهو بين نارين، هو بين نارين وغصب عنه، لان الرقم اللي جايينه، الرقم اللي جايينه رقم كبير جدا. ولو ولدك، ولا بصي، ولو ولدك او ولدي هفكر في مستقبله كتير جدا. هو عنده حق، بس هو بيحب الزمالك، سيبنا من ده. وهو لو طلع احنا كلنا نتمنى له انه يحترف. بس انا بسال سؤال، يعني ليه كلكم يا جماعه بتسيب ما صدقوا؟ وبعدين جماهير الاهلي زي ما حضرتك قلت على الزمالك، انت مالك؟ انت مالك بزيزو؟ هو زيزو ده عامل لكم ايه؟ ليل ونهار اي همسه زيزو، ده ابراهيم سعد، ابراهيم سعيد ابو طول النار والليل بيقطع في زيزو. انت عايز منه لا لا لا، ابراهيم سعيد غلطان، واللي بيقولوا على زيزو غير محترم، واللي بيقولوا على شيكابالا غير محترم. مين ابراهيم سعيد اللي بيطلع يقيم زيزو يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا؟ انت مالك؟ احنا جماهير الزمالك مبسوطين بيا، انت زعلان ليه؟ هو محلي بس احنا مبسوطين. بيجيب واد كده صغير لعب في الزمالك شويه، واد كده اي كلام برضه طول النهار يطلع يقطع في عيب. عيب استاذ عبد الناصر، انا بشوفك بتجيب الرد والرد الاخر، لكن ما يبقاش في قنوات بتجيب الرد واحد بس. دي حاجه. زيزو يا جماعه احنا عايزينه كده، احنا بنحبه، احنا كزملكاويه بنعشقه عشق كده، زي الشبيله. دي حاجه يا استاذ عبد الناصر، هو ما غلطش. عليك قلت له هو غلط؟ لا هو ما غلطش. الوزير قال كده، قال لك احنا كلنا بنقعد فوق اللف كلنا زي بعض، يعني ده لهم. لان خلي بالك، معالي الوزير، معالي الوزير ذكي، زي ما انا قلت. يا جماعه، بدل ما كنا نفرح بالفوز، مسكنا سيبنا كل حاجه ومسكنا زيزو عمليه. ما هم ما بيصدقوا زيزو ولا حاجه، زي علينا خلصنا بقى موضوع زيزو. انا الشيبي لا يهمني الشيبي ولا يهمني الساحات، لا ده يهمني في حاجه، حتى الشيبي لو جه الزمالك لا ده يهمني ولا ده يهمني. بس انا عايز اقول لك حاجه، كل العالم كله مش واخد باله منها. موضوع الشيبي والشحات مش من الماتش اللي اتضرب فيه القلم ولا الماتش اللي فات. لا لا، من قبليها. برافو عليك، من قبليها. لا، من الماتش بتاع الكاس اللي اتخانقوا فيه برضه في الاول لما جه يرفع. بس خلي بالك، اللي ماتش ده انا كنت في الملعب، اللي استفز الناس الشيبي.
ما استاذ عبد الناصر انا عارفه في لعيبه، اللعيبه كلها بتستفز الجماهير يا استاذ عبد الناصر. ياما طب ما الشيبي عمل على عينه كده اول لما جاب الجون المصري في ضربه الجزاء، ما عرفش ازاي لغيره، بس احنا بنقول لا زي منا وزي من، بس احنا بنقول كلمه الحق، واحد اتظلم وما خدش حقه. اه زي ما انت بتقول خد حقه، انت نفسك بتقول خسر القضيه يبقى خد حقه ازاي؟ تقول خسر القضيه في المحكمه يبقى خد حقه ازاي يا استاذ عبد الناصر؟ يعني قلم وثبت دين، اقول له النبي ما انتوا مش قابلين الاهلاويه، مش قابلين مروان حمدي يعتذر، طب انتوا دلوقتي بتعيبوا على الشيب ان هو ما قبلش الاعتذار مره مره، ما انتوا برضه مش قابلين رمضان حق مرضان الواد الطويل ده اللي شتم ده، مش قابلينه ان هو برضه بتاع بيراميدز، ان انتوا كلكم مش قابلين اعتذار. يعني بص يا حاجه، بص يا حاجه عشان كلامك بص يا حاجه عشان كلامك بيعجبني، بصي عشان تعرفي بقى عشان ما تظلميش بس الاعلام، انا وانت ضد تجاوز الجماهير. بص انا هو على الهواء، بصي والد احمد سيد زيزو في تصريحات عاجله تم التواصل معي من جانب احد الانديه الفرنسيه الكبرى للحصول على خدمات زيزو مقابل 3 مليون دولار. ايوه يا استاذ عبد الناصر، بدور على مصلحه ابني، انت عندك حق. واحنا انا بقول لحضرتك يا استاذ عبد الناصر، انا عن نفسي بحب زيزو، بس لو هو مصلحته في الاحتراف احنا كجماهير الزمالك مش هنتضايق. بس ما تزعليش مني، هو لما يكتب لما اشم رائحه شياط احنا بنعلم اللعيبه ايه يا حاجه بعد اذنك، احنا بنعلم اللعيبه ايه، ما تردش على الجمهور، مالكش دعوه. انا بسال حضرتك سؤال، من كام سنه شفت البوست ده للسيد زيزو؟ اول مره في حياته يعمل حاجه زي كده من يوم ما جه الزمالك، اول مره. ليه ده ما هو الضغط، احنا لسه بنقول يا جماعه الضغط بيولد الانفجار. ما انا يا حاجه انا بتشتم بامي، هو مش سهل، انا بتشتم بامي واهلي. لا انت فيش زيك بصراحه، انت راجل ولايه يعني فاز بصراحه، بتستحمل حاجات كتير قوي، انت الله يكون في عونك، انت بقالك سنين على كده بصراحه، الله يكون لنا. ولذلك انا بنصح اللاعب ايه، انت بس انا زعلت لما حضرتك بتقول ايه انت غلطت ودي، لا هو مش الادب بالظبط، لا هو هقول لك على حاجه ما فهمتنيش انت، انا قلت خطا في لائحه عقبه، احنا مالنا اصل هو لما خرج متضايق ما شتمش حد، في لائحه تطبق عليها كتير قبل كده عملوها استاذ، وبيتعاقبوا. انا بقول لحضرتك ما محمد صلاح عملها، ما محمد صلاح عملها ليش ما بنقول عليه بايه اخلاقه ايه؟ مش عملها مع جورجينا لما جه طلعه من ولا كلوب ده ولا لما جه طلعه من الزائر برضه، لان بيبقى حب عايز يلعب ويثبت حقه، لكن عبد الزيزو حرام، زيزو حرام يا جماعه، الناس ما يفضلش يضغطوا عليه. استاذ خيري رمضان ماسكه حلقتين ورا بعض، ما ينفعش استاذ خيري، ما بشوفكش تهاجم حد بتوع الاهلي، ما بشوفكش تهاجم لعيب، ما شفتكش هاجمت عاشور لما طلع الماتش اللي فات زعلان، ما شفتوش هاجم. لا ما هو خلي بالك امام عاشور هو اهلاوي معروف. لا امام عاشور اسماعيل يا حاجه، امام عاشور لكن زيزو عيب، ايش امام عاشور لم نفسه بسرعه عشان كان هيطخ مليون جنيه غرامه. ايوه ماشي، ما قصدي بيعملوا ليه؟ هل امام عاشور كده؟ لكن هو عايز يلعب، عايز يثبت نفسه. في حد عايز يدخل مش عيب، بس ده مش عيب فيه، لو عايز يلعب. بعدين انت يا استاذ خيري شايف ان زيزو ده من الناس المحترمين اللي اخلاقهم عاليه، يعني ما بيغلطش، ما بيعملش، اولا زعله ده طلع مش غلط، ثانيا بيكلم الوزير ممكن يكون عفويه منه، ممكن زي ما حضرتك هو بعد كده خلي بالك الوزير سامح الوزير سامح وخلصنا، مش يقول له دي قله ادب استاذ خيري رمضان، يقول له دي قله ادب، لا هو مش قله ادب، اشكرك يا حاجه، شكرا جزيلا، مش قله ادب، يعني هو خيري رمضان زمالك، ما انت اهلاوي وهو اهلاوي، بس انت حضرتك مش متعصب، هو اهلاوي متعصب جدا. وبعدين حضرتك معلش انا عندي بس ليك انت عتاب حاجه صغيره قد كده، اتفضلي. اما بيجي واحد بتاع الزمالك يتكلم زي ميدو زي ده بيتعاتب عليه، لكن انت بتقول خيري رمضان عاجبني، لا ما بتفكش تعاتب على اي حد يطلع أي لا أي انا خلي بالك، انا في اول كلامي قلت للاستاذ خيري انا معترض انك انت تهاجمه والتامر امين، احنا مش بنقول عليها الادب، هو مش قال الادب، يقول لك قال الادب، لا زيزو مش قال الادب، مع احترامي ليه احنا جماهير الزمالك ما نقبلش على حد يقول عليها الادب، اشكرك يا حبيبي، لان الولد مؤدب، شكرا يا حبيبي، حتى الاهلاويه كلهم بيقولوا بيتمنوا ان يبقى عندهم واحد زيه، شكرا يا حجه، العافيه يا شيخ عبد الله.